المصريون من سباتهم مشدوهين مبهوتين، وقد أحسوا أن أنفاسهم تخرج سهلة من صدورهم لتستنشق نسمات. 23 يوليو مولد الثورة، مولد العزة والكرامة. وفي مساء 26 يوليو حققت الثورة آمالا كان يحلم بها كل مصري حر سوي. وتنفيذكم لتعليماتنا وإخلادكم إلى الهدوء والسكينة، وإنني أعلم أن الفرح قد يفيض عن قلوبكم بهذا إنني أتوكل تستمروا بالتزام الهدوء الكامل. يموتوني عشان اللي عملت فيهم. فين البذان؟ اي حد يقرب هنا اضعوه بالنار. ما تزعلش مني يا ادريس، انت طول عمرك معايا، انا هديك فلوس كتير. يلا يا ادريس اقفل البذان وتربسوها، ما تخلوش حد يقرب من هنا. اعمل معروف يا ادريس. اهلا سليمان.
مالك؟ انا تعينت في لجنه المصادره، وبالذات مصادره اموال واملاك اسره الامير اسماعيل. وفيها ايه دي؟ انجي هتفهم غلط، هتفتكر ان رايح هتشفى فيهم وطردهم من ارضهم زي ما طرد ابويا من ارضه. انت ظلمتها في يوم من الايام، فمش هيجرى حاجه لو ظلمتك هي النهارده. انجي عمرها ما كانت محتاجه لوجودك جنبها ومساعدتك لها زي دلوقت. تاني مره تثبت اني مغفل يا سينا. برضه لا، انت مش مغفل، انت مسالم زياده عن اللزوم. اللي بتعمله الناس في يوم بتعمله انت في سنين. نستني ايه؟ الفوارق والسدود زالت، والناس في مصر اصبحوا زي بعض. عايزها تيجي لغايه عندك وتقول لك انا لك يا علي؟ دلوقتي جيت عشان تصادر أموالنا؟ أنا آسف يا إنجي. مفيش داعي للأسف، أنت بتأدي واجبك. اتفضل، البيت قدامك أهو، فتشه، إحنا مش مخبين حاجة. اتفضلي. وادي سيخت أهي، كلها في العلبة. اتفضل، مش ده اللي أنت جاي تعمله؟ إنجي، أرجوك تفهميني. وفر على نفسك اي كلمة عطف او شفاء. انت مالكش عندنا حاجة اكتر من كده، عايز ايه تاني مننا؟ ولا حاجة. تقدري تحتفظي باللي انت عايزاه من المجوهرات دي. كتر خيرك، مفيش داعي للمجاملة. انا مش بجاملك، انا بأدي واجبي. الاوامر اللي عندنا نسيب لكم السيرة اللي تلزمكم في استعمالكم الشخصي. انا مش عايزة حاجة. زي ما يعجبك. أنا حاولت أفهمك، لكن أنت مش قابلة تسمعي مني كلمة واحدة. عن إذنك، لما أروح عندها بقية اللجنة تيجي تباشر عملها. علي، من فضلك، أنا نسيت حاجة عايزة أحتفظ بيها. اتفضلي. هي ما تساويش كتير بالنسبة له، لكن غالي عندي قوي. اذا كنتوا عايزين ادفع ثمنها. كتر خيرك انجي. انا ما جيتش هنا الا عشانك، عشان اشوفك. كنت فاكر ان ثقتك فيا مش هتخليك تسيء الظن بيا. مش انا اللي اتشفى فيك يا انجي، اتشفى في نفسي. نفسك صحيح يا علي، رغم كل السنين اللي فاتت دي. هتظلميني تاني،
وتفتكر ان الزمن مهما طال يأثر على حب ليكي. ليه ما حاولتش تتصل بيا؟ ليه ما حاولتش تشوفني طول السنين اللي فاتت؟ انا فضلت في مصر عشانك يا علي. انجي، مرة ابويا طلب ايدك من والدك افتكروا انه مجنون. يا ترى لو طلبتها انا دلوقتي تفتكر اني مجنون؟ انا عشت سنين مستنية الكلمة دي منك. يعني موافقة؟ بتسألني يا علي. طب يلا بينا. على فين؟ نعيش سوا، كفاية اللي ضاع من عمرنا. كمان من ضمن الممتلكات يا حضرة الضابط. خش جوه انجي. لا يا علاء، اذا كنت عايز تعالى انت كمان معانا. احنا كلنا بني ادمين نقدر نعيش مع بعض سعدة مبسوطين. لو كنت عارف انك ناوية تعملي كده كنت سميتك زي المواشي. خش جوه، انا حلفت انهم مش هياخدوا مننا حاجة. احنا هناخد الارض، الارض الطيبة اللي مهما حرقت وقتلت وخربت موجودة. هناخد الروح الجميلة الطاهرة اللي حقدكم وطغيانكم ما اثرش عليها، ما غيرش شعورها ولا قلبها ناحيتنا. سيبها ترجع. مش هترجع. ابعد عن اول فايدك لفوق. اذا حاولت تلمس مسدسك هضربك انت كمان بالرصاص. امسك بجلدك يا حضره الصابر. ابعد عنها، ابعد عنها ولا خلاص عليكم انتوا الاثنين. ابعد عنها. علي علي علي. لف ورا العربيه يا انجي. هتروحوا مني فين؟ انا قلت لك خش جوه يا انجي ولا هخلص عليكم انتوا الاثنين. غشيم، لازم يرجعوك المدرسه تاني عشان تتعلم التنشين. علي علي، انا ما كنتش عاوز اكتر من كده، انك تطلع لي من تحت العربيه. علي علي، شوف يا شاطر التنشين يبقى ازاي في دماغك بالصعب. معلش، القمر موجود.